بس بس اسلح نرميها عشان ما تموتش. هو ايه اللي معلش هتموت بس اسمع بس معايا المان زعلانين عليها يا عم. ايه يا واحده يا عم والله العظيم معايا المان زعلانين عليها. ما تهركش طب ما عشان اسبوع يا عم ما تهركش عشان محدش يكلمنا يا كرم. وهي فعلا كده ممكن تموت لازم تاخد روح. ما مش راضي مش راضي يا عم. مش هينفع. اسمع بس الألمانة هيشتكوا.